فننظم هذه الندوة من أجل تسليط الضوء على هي التضحية أولا، ثم المعاناة ديال الشغيلة التكوينية يعني من جهة الشغل، وبسط المطالب الآنية التي بها يمكن أن نضع حدا للاحتقان الحاصل آنيا في القطاع. فمن بين هذه المطالب أولا الحوار، احنا نطالب بالحوار، حوار جميع الفرقاء الاجتماعيين، ثم بعد ذلك زيادة في الأجور، وأنتم تعلمون أن هناك تضخم وهناك ارتفاع للأسعار، والطاقة مثل الشرائية قد ارتفعت، ثم تعديل بنود القانون الأساسي. هذا القانون الأساسي الذي دخل حيز التطبيق من 2003 تمت هناك بعض التعديلات، ولكن لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة التكوينية. ثم وعاد كنشوفوا هناك بعض الفئات تدرس 36 ساعة، هذه يجب أن نراجعها، وهذا داخل في إطار التعديل ديال القانون الأساسي. الشواهد، هذه المشكلة عمر طويلا يمكن نقول أنها عمر طويلا، فبالتالي هذه حاليا 2011 هو فمثل ناهيك على الفئات الأخرى، مكوني السجون، المهندسين، الدكاترة، التقاعد، هذه الأمور، الأعمال الاجتماعية، هذه أمور كلها آنية وتستوجب الحل الآني. جهو مجموعة من الرسائل إلى الجهات الوصية وعلى رأسها الإدارة العامة للتكوين المهني، وكذلك الوزارة الوصية ورئاسة الحكومة، من أجل معالجة الإشكالات التي يعاني هذه القطاع لتفادي أي تصعيد ولتفادي أي إشكالات قد تؤدي إلى شلل في هذا القطاع، وما حدث في مجموعة من القطاعات الأخرى خير دليل على ذلك. فنحن يعني أمام موجة الغلاء التي يعاني منها المغرب عامة والشغلة التكوينية خاصة، وكذلك ضعف الموارد يعني البيداغوجية والوسائل العمل التي قد لا تؤدي إلى الجودة المطلوبة في الخريجين ديال التكوين المهني، اللي كيعطيه سيدنا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أهمية قصوى، وأنشأ من ذلك مدن المهن والكفاءات.